ستعرف المرحلة المقبلة فتح المنصة لاستقبال الملفات الإلكترونية للطلبة للتدقيق في المعطيات المقدمة، وضمن استشراف الحلول الممكنة لمعالجة هذه الوضعية قامت الوزارة بعقد لقاءات مكثفة مع شبكة عمداء كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان بكل من القطاع العمومي والخاص، وكذا مع معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة فيما يخص الطب البيطري والطوبوغرافي، كما تم إجراء اتصالات مع الهيئة الدبلوماسية لبعض الدول الصديقة بأوروبا الشرقية التي تتوفر على نظام تعليمي مماثل لنظيره بأوكرانيا وبالأخص رومانيا، المجر، بلغاريا، وتدارس إمكانيات استقبال طلبة المغاربة في مؤسسات التعليم العالي بهذه البلدان. وأود أن أشير إلى أن الإشكالية المطروحة تتعلق بالأساس بشق طب الأسنان والصيدلة، حيث يتجاوز عدد الطلبة العائدين من أوكرانيا القدرة الاستيعابية للكليات الوطنية المعنية، وهذه الإشكالية مطروحة بحدة أقل بالنسبة لكليات الطب ومدارس المهندسين وكليات ومدارس التدبير والاقتصاد، مع اتخاذ كافة التدابير الضرورية لضمان جودة التكوين. حالياً يتم تدارس كافة الحلول انطلاقاً من المستجدات ذات الصلة بالموضوع، خصوصاً فيما يتعلق بإمكانية تتبع الطلبة لدراستهم عن بعد كما جاء في المذكرة التي عممتها الوزارة الأوكرانية للتعليم العالي، مع إمكانية احتساب التداريب المنجزة بالمغرب داخل المؤسسات الصحية. وستعمل الوزارة على دراسة هذا المقترح مع كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان والمراكز الاستشفائية للسياشو. كل المعطيات المتوفرة حالياً تعزز قائمة الحلول المطروحة. فيما يتعلق بزيارة العمل التي قمت بها لرومانيا مؤخراً بدعوة من وزير التربية بهذا البلد، تم الاتفاق على إمكانية إدماج طلبة السنة الأولى والسنة الثانية دون أي صعوبات، وسيتم الإعلان قريباً من طرف الوزارة الوصية بهذا البلد عن عدد الطلبة المغاربة الذي بإمكانهم تسجيل بمؤسسات التعليم العالي الرومانية. اقتراح السفارة الهنغارية يخص إمكانيات استقبال ما يناهز 1000 طالب مغربي لاستكمال دراستهم بهذا البلد، وتجدر الإشارة إلى أنه سيكون في وسع الطلبة الراغبين في الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي برومانيا وهنغاريا إجراء امتحانات الولوج انطلاقاً من المغرب دون الحاجة إلى التنقل إلى هذين البلدين.